وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا اليوم صانعة الأفلام مريم الذبحاني. أهلا وسهلا فيك مريم معنا اليوم. أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتكم. الشكر لك مريم، أهلا وسهلا فيك مجددا. مريم بالبداية لو تعرفينا من هي مريم الذبحاني باختصار. أنا مخرجة أفلام يمنية روسية، حاليا في الدوحة بحضر ماجستير في تطبيقات المتاحف والمعارض، و شغلي الحالي هو في الوثائقيات ولكن مخلط ما بين الروائي والوثائقي. جميل. طيب مريم، مجال صناعة الأفلام والصحافة اختارك أم اخترته؟ وكيف كانت البداية؟ البداية كانت في 2011 مع موجة الثورات العربية، وكان حب وشغف ذاتي، يعني تعلم ذاتي من غير تعليم. في اليمن فرص تعلم السينما شبه معدومة، ما عدا إلى تعلم بنفسك، يعني علم نفسك بنفسك. وكبنت في بلد عربي، بالتالي يا طب يا هندسة يا كل شيء ثاني بتضيع حياتك فيه. ففي اليمن كان تعليمي في الصيدلة، ومع الحرب للأسف ما قدرت أخلص، فجت الفرصة أني طلعت وبدأت تعليمي من جديد في شيء أنا أحبه، فتخرجت من صحافة مؤخرا وجددت حبي لصناعة الأفلام عن طريق الوثائقيات. رائع أنك تتكلمي بهذه النفسية رغم الصعوبات اللي مريتي فيها. طيب صناعة الأفلام القصيرة الحمد لله كيف غيرت حياتك على المستوى الشخصي؟ أول فيلم وثائقي كان شخصي، وكان بيتعامل مع التراكمات اللي مريت فيها كشخص كان في بلد فيها حرب، طلع من الحرب ولكن أخذ الحرب معه. فلما أنت في مكان الدنيا فيها بخير بس أهلك مش بخير، بلدك مش بخير، نفسيتك مش ما تكونش مستقرة، وهذا الشيء كثير من الناس ما يركزوش عليه. مش معناته أنه عندك كهرباء وما وكل شيء تمام أنه نفسيتك في حالة مستقرة. فحصلت لنا مجموعة ظروف أنا وزوجي لما طلعنا، وكانت الحياة جدا صعبة في الخارج، تبدأي من الصفر، تكوني علاقات من الصفر. أول 3 سنوات ما قدرناش نرجع اليمن، فالشوق للأهل وعدم القدرة على أنك تحضني أمك ولا تشوفي أبوك، فكرت أشياء كثيرة. فلقيت طريقة للتشافي أو طريقة للتعامل مع هذه التراكمات كانت عن طريق الفيلم الوثائقي الشخصي الأول بعنوان مجرد ذكرى. أنا صنعت لنفسي، ما توقعت أني بشاركه مع الآخرين، هذه كانت تجربة لي، أنا كنت بحاجة هذا الشيء، بحاجة أني أواجه أشياء معينة. وبعدين بعد ما خلصت قلت ليش لا، يمكن ناس كثير في نفس موقفي. فكانت تجربة مثرية إلى الآن الحمد لله. تفاجأت بعدد الناس اللي حتى ما مروش بظروفك بيتفهموها، وكمية اليمنيين اللي في الخارج اللي تفاعلوا مع هذا الشيء وقالوا أنه فعلا ما فيش كان فيلم أو شيء يعبر عن معاناتنا وعن خوفنا على المستمر على الأوضاع في اليمن، بالذات لما أنت برع كل شيء يكون متفاقم ومبالغ فيه. صحيح. لما كنت تحكي عن نفسك وعن ظروفك أول ما خرجت من اليمن حسيتك تحكي عني كمان. طيب أنت خرجت الآن من اليمن، إيش هي الفرص التي منحت لك وما كنتش تحلمي حتى فيها داخل اليمن؟ تعليم تعليم التعليم التعليم. أنا بدرس في جامعات دولية فروعها في قطر. قطر في المدينة التعليمية توفر فرص للناس من الوطن العربي ومن المنطقة اللي مش قادرين يروحوا أمريكا مثلا. إحنا ممنوعين ندخل أمريكا، أنا صعب أروح بريطانيا بجوازي، فمعاكي فرصة يعني لو شديتي همتك تحصلي على منحة، تحصلي على دراسات عليا قريبة منك. فهذه الفرصة ما كانتش موجودة بالنسبة لي في بلادي للأسف الشديد. حتى أنت عارفة كإعلامية دراسة الإعلام في اليمن مش قوية، يعني المناهج قديمة، أساليب التعليم قديمة، ما فيش أدوات وتقنيات تساعدك على التدريب والممارسة والتطوير. فأكون في جامعة دولية من أفضل 20 جامعة في العالم، تعلم بمعدات ما حلمتش أني أمسكها أشوفها. فالحمد لله. بنفس الوقت مش معناها اني حصلت على فرصه في الخارج اني ما اعطيش، ما ارجعش واشتغل في بلادي واحاول اني اساعد وانقل الخبره اللي عندي للاخرين. احنا يمكن ما عندناش ثقافه البناء على الموجود، وانما كل واحد لازم يبدا من الصفر، وهذا الشيء سيء لانه معناها انت بتتعب اضعافا مضاعفه. بدل ما تكون عندك حصيله خبره تعطيها لحد اخر يبني عليها، كل واحد منعزل.
فأتمنى أنه نستطيع الآن الجيل الجديد أنه نساعد بعض ونبني مع بعض ونطور خبرات بعض، الفرص اللي نحصل عليها في الخارج نشاركها في الداخل وهكذا. جميل جميل، تكلمتي عن تجربتك بطريقة جميلة، وأعتقد أنه أي واحد مغترب ونجح في عمله ونجح في حياته في الاغتراب أعتقد ربما قصته بتكون مشابهة لقصتك واللي مريتي فيه. طيب نرجع نتكلم على أعمالك وأفلامك اللي تشتغلي عليها، على ماذا تركز الموضوعات ولماذا؟ لما بدأت الدراسة في هنا يعني في جامعتي في قطر، كنت كل ما أمشي في الطواريد بيسألوني ها الأخبار في اليمن إيش بيحصل، طب أنت إيش بتعملي، طب أنت إيش بتسوي، ما كانش مركزين إنه أنا مش قادرة أوقف على رجلي، عاد أنا أزيد، عاد أنا ببدأ من جديد، عاد أنا ببني من الصفر و فظل الموضوع في نفسي، حل في نفسي، أنا إيش بعطي، أنا إيش بسوي. فأول ما أجت لي الفرصة طبعا الموضوع أبدا ودائما حيكون عن اليمن، أفلامي عن اليمن، في اليمن، من اليمن، قصص يمنية. فبحس إنه هذا اللي أنا قادرة أعطي فيه. ليش؟ لأنه حان الوقت انه احنا نحكي قصصنا بانفسنا، حان الوقت انه ما ننتظرش حد يجينا من برا ويحكي قصتنا عننا بمفهومه او مفهومها او الاجنده اللي معاهم عن اليمن، احنا صورتنا للعالم صارت موت، صارت دمار، صارت كوليرا، صار كل شيء سيء وسلبي، بالتالي خلق زي الجدار العازل بيننا وبين العالم، احنا ما عدناش ينظر الينا بنظره انسانيه، ينظر الينا بنظره شفقه ونظره انه هؤلاء جزء من مكان إرهابي فبالتالي يستحقوا كل ما يحصل لهم، هم أصلا مش متعلمين، هم أصلا مش قادرين، هم أصلا ما بيبنوش. طب أنتم مش شايفين إحنا من داخل كيف، أنتم مش شايفين حياتنا العادية، أنتم مش شايفين مثلا شريحة الشباب بتعاني من مشاكل موجودة في أي دولة أخرى، أنتم مش شايفين أنه إحنا ناس عندنا طموح وأحلام، اللهم ظروفنا سيئة بس نتخطاها، وانه احنا وانتم في نفس الشيء، كلنا بشر ويا دنيا واحده، ونحاول انه كلنا نعيش حياه كريمه. هذه فكره افلامك ومواضيعها. طيب عدد الافلام اللي عملتيها حتى الان من 2011؟ من 2011 كانت افلام مختلفه تماما، اعتبريني انقطعت بعد 2014 وعدت في 2018. فمن 2018 انا اشتغلت على 3 افلام وثائقيه قصيرة، والآن في صدد العمل على فيلم وثائقي متوسط وفيلم وثائقي طويل، وعندي سكريبت لفيلم روائي طويل أيضا. الأفلام الوثائقية القصيرة أحداها كانت بتقنية 360 درجة، الفكرة كانت تصوير صنعاء القديمة، صنعاء القديمة إحدى الأرض أو التراث المحمي أو المفروض يكون محمي من قبل اليونسكو. الإرث المحمي من قبل اليونسكو يتعرض إلى الأضرار في اليمن، عندنا عدة مناطق مش بس في صنعاء، عندنا في زبيب، عندنا في عدن، عندنا في حضرموت وغيرها وغيرها، في إهمال كبير من قبل الدولة، في إهمال أن الشعب مش واعي بأهميتها، وفي إهمال دولي، يعني لما يحصل شيء في فرنسا الكل يهب ويدب لحمايته، لما يحصل شيء في العراق، في سوريا، في اليمن، احنا مغيبين عن الخارطة، بالأخص في اليمن. فكانت الفكرة انه اوصل صنعاء القديمة بتقنية 360 بالأشياء اللي تغيرت فيها، من ضمنها الكتابات الخضراء في كل الجدران، من ضمنها البوابة اللي تغير معالمها، من ضمنها لما بتطلعي على السطوح ايش بتشوفي، الألواح الشمسية، هذه أشياء كلها ما كانت موجودة من قبل. لابد من توثيق هذه الأشياء، لابد من توثيق الدمار اللي حصل في الربع السكني، ولابد من أن العالم يشوف ايش اللي بيحصل. جميل، أنا مشدوها بكلامك. طيب جميل جميل. طيب نرجع نتكلم عنك انت شخصيا الان، تشاركي الان في مهرجان قرطاج السينمائي عن فئه الافلام القصيره، وتحدثين عن هذا الفيلم وعن المهرجان. مهرجان قرطاج من اجمل الاشياء، انا جدا سعيده انه في مهرجانات عربيه تعطينا مساحه، بالذات احنا اللي في اليمن، فيلم في المنتصف اللي مشاركه فيه، والفيلم اليمني الوحيد في كل المهرجان، شيء يعني مفرح ومحزن بنفس الوقت. اتمنى السنه الجايه يكون في افلام وافلام وافلام واصوات من اليمن، يعني كثير ناس لما شافوا الفيلم صدموا، بيقولوا اه في اشياء حلوه في اليمن، في بحر وفي جبل، وكان التصوير في مدينه عدن، فبتحكي لي مشاهده تونسيه انه انا عمري 20 سنه عمري ما شفت منظر جميل من اليمن.
فعلى قد ما كسر قلبي على قد ما فرحني انه الحمد لله. احنا لازم صح في معاناه، صح في اشياء بتحصل، من ضمن انك تحكي قصه المعاناه مش معناها ان كل الصور تكون مجاعه ودمار و و في صور اشخاص تحاول انها ترجع لشغلها ودراستها و و و و. طيب نروح نشوف مقطع من الفيلم المشارك في المهرجان ونرجع نتكلم. مريم شاهدنا مقطع بسيط جدا من هذا الفيلم القصير، لكن مريم الرسالة التي تودينا إيصالها للعالم عبر هذا الفيلم عبر قصة علي. علي شاب يسقط على قصة العديد من الشباب في اليمن، هو خريج هندسة مدنية، مفروض كان يشتغل ويبني ولكن فين؟ فصار الحرب للأسف مصدر رزق للعديد من ضمنهم فئة الشباب. كيف يصرف على ذاته، على أخوته، على أمه، على نفسه، كيف يفتح بيت، يضطر يلتحق بالسلك العسكري، يكون في نقطة تفتيش، عمل مفرغ، بالتالي أنه حتى ذهنياً مش قادر أنه يتطور أو يطور من ذاته أو يتقدم أو 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 أو. فبيظل هذا المقطع البسيط هو المقطع الروتيني المميت اللي هو عالق فيه ما بين أحلامه المحطمة والواقع المدير اللي مدينة عدن في للأسف، رغم أنها المفروض متحررة ولكن التطوير مش موجود. فالقصة كلها عبارة عن مقطع من حياة علي، تسقط عليها قصص شباب كثير وتسقط عليها حال اليمن. جميل، للأسف كثير الآلاف من علي موجودين الآن في اليمن. مريم تدرسي الآن ماستر في تطبيقات المتاحف والمعارض تقريبا، كيف تستفيدي من هذا التخصص في صناعة الأفلام وليش اخترتي هذا التخصص بالذات؟ المتاحف والمعارض طريقة سرد قصة باستخدام أدوات مختلفة. وظيفتي كصانعة أفلام أو كصحفية أنا بحكي قصص، فإنك تحكي قصص عن طريق كتابة رواية وعن طريق المقابلة من برنامجك أو عن طريق فيلم ما تختلفش عن طريقة رواية القصص في المتحف أو المعرض. إحنا في اليمن عندنا تاريخ وتراث و ما يكفي لكل حارة من حارات اليمن أن يكون فيها متحف. فأنا أتمنى عن طريق هذه الفرصة اللي أنا فيها أني أحاول أرجع ونسوي شيء في اليمن. المتاحف اللي معانا المفروض 27 متحف، اللي شغال منها بعد الحرب متحف واحد، كم شخص يروح الآن يزور هذا المتحف؟ هذا واحد. اثنين، في طريقة توثيق للتاريخ الحديث، احنا مش قادرين نركز على التاريخ القديم ونحميه والتاريخ الحديث بيضيع مننا، فبالتالي ايش هو في المستقبل؟ كيف بتكون هوية اليمني؟ الجيل الطالع مش عارف اشياء كثيرة للأسف، لأنه الحرب كمان شردت أطفال من المدارس، صارت كلها بروباغندا في المدارس حتى إذا هم قادرين يحضروا، مش مركزين الثروة والغنى اللي الأرض فيها من آثار، من تاريخ، من وأيضا العادات والتقاليد الجميلة اللي صارت بتروح مننا على التدريج على مر العصور. عندنا أشياء جميلة كانت بالثمانينات والسبعينيات، وفي مبادرة رائعة اسمها هكذا كان اليمن، بيحاولوا أنهم يبسطوا بطريقة بسيطة يحافظوا على هذا الشيء. فتخيلي لما في كل منطقة تعليم يسمى تعليم غير رسمي اللي هو يجي من طريق المتاحف والمعارض، تكون في حديقة صغيرة في كل متحف، يكون في إمكانية متنفس من الحرب، متنفس من ضيق الحياة ومتنفس ثقافي. أظن أنه إحنا أكثر شيء يعني بحاجته هي ثورة ثقافية تبعدنا من الحرب وتقربنا إلى أصولنا، إلى تراثنا، إلى المستقبل الجميل إن شاء الله اللي إحنا بنحاول نشق طريقنا إليه. مريم طموحاتك وآمالك وتمنياتك جميلة جدا، لكن على المستوى الشخصي أنا مضطرة أختم الكلام معك. جميل جدا الكلام، لا ينتهي لا يمل، لكن مضطرة أختم بهذا السؤال. طموحاتك، فين تشوفي مريم بعد 5 سنوات شخصيا؟
والله أتمنى أني أستمر في المجال اللي أنا فيه، وأتمنى أني أقدر أكون متواجدة أكثر وأكثر في اليمن، في عملي وفي تواصلي وفي كل شيء إن شاء الله، في مع أهلي ومع أصحابي ومع بلادي. صانعة الأفلام مريم الضبحاني، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. الله يخليك، شكرا، ألف شكر.